يهده الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدنا إخواننا الله تقدم وقت في شد القرارات تقدم الإمام لم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن الأسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدالي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام ثم زارنا في هذه الليلة ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره بأننا سندخل الآن إلى المجلس وقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال ماذا؟ قلت ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو للصلاة متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا، وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمر المدهن لهذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين تفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا من القديم من تقاليد فارس والروم. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما، فأشار إليهم وهو في صلاته أن يجلسوا فجلسوا. وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم: إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام يسمى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي، وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. وقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم. هذه عادة الأمم، ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن لها المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي: حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. بشيء من التفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي سجاه المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا، أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سمى وعلى فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه
عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. فإذا هم أعرف الناس بما يستحقهم، أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبهيل والإكرام والتعظيم، كيف لا؟ وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة. ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له: إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي؟ وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق به شرعا، أم هو تجاوز منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وحفظه كما أشرنا في مطلع الكلمة لأحاديث جمة عن التشكك في العالم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ أجرى في نفس الحديث: لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. سواء لماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة
ممن يقومون لغيرهم وممن يقام لهم يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يجري إليهم. يقولون لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكنه نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوم لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا المثال؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم الإكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهمونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقولون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تترون هذا القيام، فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المسجد لا أحد يقوم، إهانة له حاشا. لماذا؟ إكرام الله عليه السلام لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الله. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك الثابت الذكر: لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام. لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر
وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما. لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا وقوموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ما يفعل مع الرسول عليه السلام ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه، فقال إن كنتم لتفعلون آنفاً فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرش المطنطن المفخم وحوله حاشيته ووزراؤه كياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين في طاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين. أين هذه الظاهرة من تلك التالمة بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام انتوا شئت قارعة تساوي ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه عبادة، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم وحاربونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وانا اريد ايضا الاستمرار فيه لنخرج المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل ان يلقي عليكم من الفوائد. وانما اختم هذه الكلمه بقصه فيها علم وفيها طلاقه وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله الضبط من كبار علماء الحديث والحناجلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أتاده الناس اليوم وقبل اليوم مئات السنين. فخرج ذات يوم مع صديق له الشاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم ابن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام، قال نحن نسمعه الآن، فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحظي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرام، فذكرنا حديثا بل حديثين آنفا من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن
هل يكون الإجلال بغير السلة بمخالفة السلة؟ هل مثلا يكون الإجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل مشايخ يقول لا، السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله. كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من المسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور. أما أولئك تقوم كذلك. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له. قال له مثلا معاذ، قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح. لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد قسيسهم والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم حقي عليها. في أحد الكبرى: لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود، لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين استجازوا السجود من هؤلاء يستجيزون الركوع. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنن الترمذي وغيره، قال: سائل يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. إذا الانحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفكرة والسليقة. فعلى الفور وعلى الخاطئ أجابه بقوله: أنت إن كنت لا عزيزك ترعى لي حقا وتظهر العظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك اكتشاما. الشاهد هنا: فأتني الآن من قيامك أولا فسأجزيك من قيام القيامة. الآن من قيامك أولا فسأجزيك من قيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وآثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلى ما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة،
وليس وإنما الإسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محل له من إعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الخطيب: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتج الأجسام كلنا واثق بوضع فيه ففي منزعاجنا وعلامة. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في هذه الليلة في تمام الأحاديث الواردة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في فصل الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس وغير ذلك. فكان انتهى درسنا الماضي إلى الحديث الثامن، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أي مجلسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. في هذا الحديث أدب من آداب المجالس التي سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة فيها في الدرس الماضي. ففي هذا الحديث ما يساعد على اجتناب نهي يتعلق في آداب المجالس، ذلك النهي هو أنه لا يجوز للمسلم إذا دخل المجلس أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس هو فيه، وبالتالي لا يجوز لمن كان جالس في مجلس أن يقوم بواجع من نفسه للداخل إلى المجلس. كل هذا وهذا منهي عنه في الأحاديث التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. والأدب بديل هذا الأدب الذي يقوم به بعض الناس وهو القيام من المجلس للداخل، هذا ليس أدبا إسلاميا، إنما الأدب الإسلامي هو كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. هذا التفتح هو أدب المجلس. أما القيام من المجلس عليكم السلام فهذا منهي عنه كما سبق بيانه في الدرس الماضي. الآن في هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، أدب مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس التي كانت تعقد حوله عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى به المجلس، تراسوا ما استطعتم، أوصيوا لإخوانكم. فنحن في أدب المجلس الآن من حيث التفسح والتوسع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المتأدبين بآدابه عليه الصلاة والسلام والمقتدين بهديه إذا دخل أحدهم المجلس جلس حيث انتهى به المجلس. هذا إذا كان في المجلس سعة وفراغ. أما إذا لم يكن ثمة تلك السعة والفراغ فعلى الجالسين فيه والمتمكنين بالجلوس منه أن يحققوا ذلك الأمر الإلهي فتفسحوا في المجالس يفتح الله لكم. مثل هذه الآداب مراعاتها مما أولا يحقق ذلك الأدب الذي اختاره الله عز وجل لعباده المؤمنين، ويتميزون بذلك عن الآداب الأرستقراطية أو الآداب الأجنبية التي تمثل طبيعتهم وأخلاقهم، والتي ليس من طبيعة المسلم أن يتخلق بأخلاقهم. فواجب المسلم أن يكون شخصيته المسلمة بأن يتطلب دائما وأبدا أن يقتدي بآدابه عليه الصلاة والسلام وهديه الذي أنزل عليه من السماء. فمن ذلك هذا التوسع وذاك الانتهاء في المجلس حيث يجد فراغا يجلس فيه. المحافظة على هذا الأدب الإسلامي يحقق المنفعة المقصودة من المجالس التي يلقى فيها العلم ويدرس فيها الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وها هنا أدب آخر من هذه الآداب، وهو الذي تضمنه الحديث التاسع، وهو قوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا النهي إنما يتحقق، لقد قلناها آنفا فلم يبقى في القوس منزع كما يقال، هذا النهي في هذا الحديث لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين، محله حيث كان هناك اثنان جالسين وليس كما هو الوضع ها هنا الآن، فلا بد من التفريق بين الجالسين ومزاحمتهما في مجلسهما لكي يحظى هو بمجلس ولو كان كمصحة قطاع لكي يتمكن من الإطراء لما يلقى من العلم. ليس هذا هو المقصود بهذا الحديث، وإنما المقصود به إذا كان اثنان يجلسان في مجلس خاص وهما يتواددان ويتساران في الحديث، فليس من الأدب الإسلامي مطلقا أن تأتي أنت وقد دخلت المجلس محدثا جديدا أن تنزل بينهما كما يقول العام اليوم مثل الإسفين. هذا تفريق بينهما لا يجوز في الإسلام، فعليك أن تجلس عن يمين أحدهما أو يسار الآخر. فلا يحل لمسلم أن يجلس بين اثنين، جاء الاستثناء إلا بإذنهما. إذا كان ليس هناك حديث خاص بينهما فأذن له بأن يجلس بينهما فلا بأس من ذلك. وأما أن تفرض أنت نفسك وشخصك فتجلس بينهما بدون إذن منهما فهذا لا يجوز، وهذا كما قلنا محله في المجلس الخاص حيث جلس اثنان كما قلنا يتحابان ويتواددان، فلا يجوز الحالة هذه أن تجلس أنت بينهما إلا بإذنهما. أما المجالس العامة كمثل هذا المجلس
فلا بد من أن يجلس الداخل بين اثنين، لكن هما ليس اثنان فقط، هناك عشرات بل ربما مئات. لذلك يجب أولا أن نحافظ على هذا الأدب الإسلامي، وأن نعرف ثانيا محله، أن لا نجلس بين اثنين إلا بإذنهما، محله إذا كان المجلس مجلسا خاصا، أما إذا كان مجلسا عاما فلا بأس من الجلوس، لأن هذا الجلوس ليس هو المقصود بالنهي في قول الرسول عليه السلام: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأدب ثالث من آداب المجالس هو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث وأمثاله يؤيد حديثا شائعا بين الناس ولا أصل له باللفظ الشائع، وهو قولهم: من سبق إلى مباح فهو له، من سبق إلى مباح فهو له. هذا حديث لا أصل له فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أحاديث عديدة تؤدي هذا المعنى. من ذلك الحديث الذي هو بين أيدينا الآن، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر فيه أن من كان في مجلس ثم تركه لحاجة، انطلق لحاجة ليعود إلى ذلك المجلس، فهو أحق به، ولا يجوز لمن جاء من بعده أن يجلس فيه وأن يحتله بدلا عنه. هذا مما يشبه الارتقاب، وهذا يحقق معنى ذاك الحديث الذي ألمحنا إليه: من سبق إلى مباح فهو له. إذن الرجل أحق بمجلسه، ولكن أي مجلس هذا هو يكون أحق به ممن يأتي من بعده؟ ذلك المجلس الذي يستعمل لوقت محدد، كرجل مثلا يأتي المسجد ليصلي ثم يعرض له ما يضطره إلى أن يخرج ليجدد مثلا وضوءه، فإذا خرج وعاد فهو بذاك المجلس أولى ممن جاء بعده. ولذلك فلا مانع من وضع ثوب أو أي شيء آخر يشعر الداخل بأن هذا المكان مشغول، وأن صاحبه ذهب لحاجة له وقريبا سيعود. مثل هذا يجب في الشرع المحافظة على حق من سبق بالجلوس في ذلك المكان، لكن هذا ليس يعني أنه يجوز لمن دخل المسجد أن يستوطن مكانا في المسجد لا يحيد عنه ولا يرضى به بديلا. هذا أمر قد نهى الشارع الحكيم عنه، وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن استيطان كاستيطان الإبل، وعن التفات كالتفات الثعلب. هذه منهي نهى عنها الرسول عليه السلام، من ذلك استيطان المكان في المسجد كما يستوطن البعير مكانه في
معاصمه. فهذا النهي لا يجيز للمسلم أن يعرف في المجلس أن هذا المكان هو لفلان، لأن هذا استيطان للمكان في المجلس نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق آنفا. بمعنى لا يجوز لإنسان أن يظل يصلي دائما وراء الإمام، يتخذ ذلك مكانا يستوطنه وكأنه اشتراه بثمنه. كذلك مثلا عن يمين الإمام أو عن يساره، وفرق ما شئت من الأمثلة. فلا يجوز استيطان المكان في المسجد. أما محل الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه الآن أن الرجل أحق بمجلسه، فليس هو ذاك المكان الذي استوطنه دائما وأبدا، وإنما هو المكان الذي جاء إليه ليصلي فيه ثم عرض له ما اضطره إلى أن يضعه مؤقتا، فهذا المكان هو أولى به. أما المكان الذي يستوطنه دائما وأبدا فليس هو أولى به إطلاقا، ولكل مسلم سبق إليه أن يجلس وأن يصلي فيه، لأنه أي المسجد هو مشاع بين جميع المصلين فيه، ليس لأحد حق أن يستوطن مكانا خاصا فيه، ولا يعارض هذا. سبقك بها عكاشة، إذا وجدت مكان تتخطى الرقاب. نعم، إذا كان في مكان وما يستجيبون سلوه. قال هو نرفو يلا خلص. من النهي عن استيطان المكان في المسجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبيني منكم أولو الأحلام والنهى، ليبيني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليقف بورائي في الصف الأول أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والعلم من الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء من الوقوع في النهي السابق عن الاستيطان أن لا يلتزم مكانا معينا وراء الإمام، خلفه تماما، يمينه تماما، لا، كيفما اتفق له يكون وراء الإمام، بحيث أنه إذا سيج إليه من الإمام كان في متناول الإمام ليشير إليه من يتقدم. إذن هذه التفاصيل كلها يجب أن نعرفها حتى لا نقع في خلاف لحديث من تلك الأحاديث التي ذكرناها. أولا حديث الرجل أحق بمجلسه، ثانيا النهي عن الاستيطان في المسجد، ثالثا أقرأ من كتاب الله قوله عليه السلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا مثال لكون الرجل أحق بمجلسه، وهناك أمثلة كثيرة جدا خارج المسجد فضلا عن المسجد. في المسجد مثلا مثال آخر، كان فيما مضى من الزمان مع الأسف الشديد كان الداخل يدخل المسجد فيجد عديدا من المجالس العلمية تقام، وأنا أدركت هذا في المسجد الكبير مسجد الأمية، فتجد ها هنا خاصة في أيام الفضائل وأشهر المعظمة كشهر رمضان،
تجد شرقي المسجد حلقة، غربي المسجد حلقة، جنوب المسجد حلقة، هذا في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه إلى آخره. أما اليوم فلم يبقى لهذه الحلقات العلمية مع الأسف ذكر في هذه المساجد إلا ما نذر ونذر جدا. يومئذ كانت تقع بعض المنازعات بين بعض المدرسين، قسم منها غير مقصود عفو الخاطر، وقسم منها مقصود لفساد قلوب بعض المدرسين ومحاولتهم الظهور بين الناس بمظهر أنه هو الذي يستحق أن يدرس في مكان كذا من المسجد. مثلا كانوا قد توارثوا التدريس في مسجد بني أمية في مكان يعرف تحت القبة، هذا المكان لا يجوز أن يدرس فيه إلا شخص معين، وكان ذلك الشخص يدرس علم الحديث، فتورث هذا وتورث بين الناس، فكان لا يجلس هناك إلا مدرس خاص بالحديث. فأريد أن أقول من اختار مكان من المسجد ليدرس للناس فيه ولم يكن قد سبق إليه فهو بهذا المسجد أولى من غيره، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه عليه، لأن هذا حق مسجده أي الأول من هذا الطائف. إذا تركنا المسجد إلى مسجد آخر، قد يكون هناك أرض من المرافق العامة ليست ملكا لأحد من الناس، كالساحات التي تعرض فيها البضائع على اختلاف أنواعها، فينزل البائع الخضري مثلا ينزل بخضره إلى مكان في ذلك المرفق العام، وقد اعتاد ذلك أن كل يوم فلان هذا مكانه، فلا يجوز لغيره أن يعتدي عليه، هذا كله من باب تنظيم الشارع الحكيم لمصالح الناس، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. هذه أمثلة لفهم قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، وفي معناه الحديث الذي بعده وهو عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. الآن الحديث الثاني عشر وهو في بيان وضع المجلس كيف ينبغي أن يكون في ساعته، فيكون عليه الصلاة والسلام مما رواه المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. هذا حديث واضح لا يحتاج إلى كثير من التعليق، وفيه البيان أن المجالس خاصة مجالس الوعظ والتعليم والإرشاد ينبغي أن تختار واسعة لكي يتسع في كل قارئ بهذا المكان للاستفادة من الجلوس فيه. فحض الرسول عليه الصلاة والسلام على اختيار المجلس الواسع، وهذا من باب اتخاذ الوسائل التي تيسر لطلاب العلم العلم، ولا شك أن هذا في حدود استطاعة الإنسان وتمكنه من اختيار المجلس الواسع، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولا المجلس الواسع في كثير من الأحيان يكون سببا في تشجيع بعض الناس على حضور مجالس العلم ممن قد يستحي أن يجلس في مكان فارغ في الصفوف الأول. فليس كل الناس عندهم مثل هذه الجرأة، فإذا وجد ساعة في المسجد وفراغا أقدم عليه ولم يخجل، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة مجلس علم فجاء ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة فسحة في الأمام فتقدم تخفى الرقاب وجلس، والآخر استحق وجلس في آخر المسجد، والثالث انصرف. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة فقال: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، أي أقبل على ما يرضي الله من الجلوس في العلم، وأما الثاني فاستحيا وجلس حيث انتهى به المجلس. قال عليه الصلاة والسلام: فاستحي الله منه. وأما الثالث فانصرف الله عنه. نعم، استحي الله منه يعني يعامله بما تقتضي صفة الاستحياء، كما جاء مثلا في حديث صحيح: ما من مسلم يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استحيا الله أن يرد يديه خائبتين. في حديث آخر أذكره لبيان ضعفه ولكنه يلتقي في المعنى: إذا بلغ المسلم سن المشيب 60 فصاعدا، مش ما مشطين مكبر صاير جوع 60، استحيا الله من عذابه. المهم أن صفة الاستحياء كأي صفة من صفات الله عز وجل لا يجوز تكليفها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين، لكن لازم الاستحياء أن الله عز وجل يعامله بفضله وإحسانه وجوده وكرمه، هذا لازم هذه الصفة. أما تكييف صفة الاستحياء هو مما لا يجوز كسائر الصفات الإلهية، لا يجوز تكييف صفة العدل، لا يجوز تكييف صفة الإرادة، القدرة، الفرح، الغضب، الضحك، النزول، وهكذا الاستعلاء. كل هذه الصفات ما جاء في ذكره في الكتاب والسنة فهي صفات تليق بالله عز وجل ولا يجوز تكييفها، وبالتالي لا يجوز تعطيلها أي تأويلها بحيث يؤدي الأمر إلى إنكار.